السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد بصحبتكم وليلة جديدة من ليالي كورة بلدنا. حصاد يتجدد معكم على شاشة LTC مساء كل يوم في تمام 11 مساء من الاثنين إلى الجمعة. النهاردة الأيام تختصر في كلمتين: الحق والعدل. العدل والحق كلاهما وجهين لعملة واحدة، ونجحت حملة كرة بلدنا، ونجحت كل نداءات الشرفاء، ونجحت كل لاءات الزملكاوية، لا للجمعية العمومية العادية ولا للجمعية العمومية الغير عادية. النادي مش ملاك يا مرتضى، النادي مش ملكك انت وعيالك يا مرتضى، الزمالك اكبر منك يا مرتضى يا منصور، انت وعيالك الاتنين يا مرتضى يا منصور. النهاردة الحق والعدل يصفعانك صفعة قوية، انت وادارتك الفاشلة، لتشأ ارادة الله ان يخرج قرار اللجنة الاولمبية منذ دقائق من الان بإلغاء الجمعية العمومية العادية والغير عادية. انتصر الحق وانتصر العدل، وتحقق المستحيل الذي جعلنا ندور حوله مرتضى منصور بخزعبلات وأباطيل، وأوهمنا أنه فوق القانون وفوق الدولة. اللجنة الأولمبية المصرية تنتصر للزملكاوية، اللجنة الأولمبية المصرية تنقذ الزمالك من آتون جمعيتين عموميتين كانا سيذهبان بالبيت الأبيض إلى غيابات الجب ومنه إلى غيابات القبور، ليفصل مرتضى منصور وإدارته الفاشلة التي دأبت على تفصيل اللوائح والخروج عن القانون لتعبس بمقدرات الزمالك والزملكاوية دون رقيب ودون حسيب ودون واعظ ودون اتعاظ. اللجنة الأولمبية المصرية تنتصر للبيت الأبيض، التيشيرت الأبيض بخطين حمر أكبر منك يا مرتضى يا منصور. مهما حاولت سيأتي اليوم الذي تجد نفسك فيه خارج أسوار الزمالك، لأنك ظلمت هذا النادي العريق ودأبت على أن تدمر فيه بدعوى الحب ودعوى أنك تصلح وتطور، وأنت لا تصنع إلا ما يرضيك وإلا ما يجعلك خالدا في هذا النادي. اللجنة الأولمبية المصرية تصدر قرارا تاريخيا منذ دقائق، قرار يزلزل الرياضة المصرية، إلغاء الجمعية العمومية العادية التي من المفترض لها بعد ساعات من الآن يوم الخميس. خلاص بقيت بخ، مفيش جمعية عمومية يا مرتضى، وإلغاء الجمعية العمومية الغير عادية والتي كان مقرر لها الجمعة. خلاص بقيت بخ، مفيش جمعية عمومية يا مرتضى، هاشتاك من الآن عموميات مرتضى بخ، خلاص بخ يا مرتضى، مفيش عضويات، مفيش جمعيات عمومية ولا غير، خلاص الجمعيات العمومية يا مرتضى بخ، هاشتاج بخ يا مرتضى، مفيش جمعيات عمومية عادية ولا غير عادية. من الآن معكم، اكتبوا على صفحاتكم يا زملكاوية بخ يا مرتضى، علشان مصر كلها تعرف انه واقف وحيد في النادي، انه تعرف انه وحيد هو ولاده وادارته الفاشلة التي دأبت على تدمير نادي الزمالك. انطلق معكم من الان هاشتاج كورة بلدنا بخ يا مرتضى، مفيش جمعيات عمومية لا عادية ولا غير عادية، وانطلق الهاشتاج بخ يا مرتضى، مفيش جمعيات عادية ولا غير عادية، بخ يا مرتضى، مفيش جمعيات عمومية لا عادية ولا غير عادية. وزي ما قلت لكم اني لا يضيع حق وراءه مطالب، ويصدر لهذا البرنامج المحترم وهذه القناة العظيمة
قناة NTC بإدارتها حصن حصين للحق أيا كان لونه وأيا كان معناه. هاشتاج بخ يا مرتضى، مفيش عمومية عادية ولا غير عادية يا مرتضى. انطلق من الآن، اكتبوا على صفحاتكم هاشتاج بخ يا مرتضى، مفيش جمعيات عمومية لا عادية ولا غير عادية. الزمالك أكبر منك، الزمالك هو الحق، الزمالك هو العدل، الزمالك مش شلة ولا قناة شغالة ملاكي تشتم في كل الناس اللي بتعترضك وتختلف معاك، ولا شوية مأجورين متصلين بيلوثوا في الناس وينالوا من أعراضهم يمينا ويسارا. النهاردة ربنا أراد أن يصفع هذه الإدارة الفاشلة التي دأبت على تلويث سمعة المحترمين والشرفاء، ولكل الشرفاء اليوم أن يفتخروا. كل واحد سب مرتضى منصور أعطاه وسام شرف وسك أمانة واحترام، لأن مرتضى منصور لا يسب إلا الشرفاء ولا يهين إلا المحترمين ولا يتجاوز إلا في حق كل محترم وكل كريم. كل مصر عارفة كده. شرف الاختلاف مع مرتضى منصور وسام على صدر أصحابه، والهاشتاك اشتغل بخ يا مرتضى، مفيش جمعية عمومية عادية ولا غير عادية، خلاص بخ يا مرتضى. مخططك في الأونطة، تفصيل اللوائح ما عادش ينفع، ولكن عايز أقولك احنا مكملين معاك، والميزانية الملاكي اللي فيها شاي وقهوة بمليون جنيه وتلاتة مليون جنيه وتمنمية إلى ما يا راجل، يا راجل اتق الله، إلى ما ورق وأدوات كتابية بتلاتة مليون وتمنمية، يا راجل اتق الله، شاي وقهوة بمليون جنيه، ضيافة ومش عارف ايه مليون جنيه، أموال الزمالك تعبثون بها كيفما تريدون، آن الأوان أن يوقف هذا العبث. تحية لهشام حطب، وإن كنت لا أحب أن أشكر أحد ولا أريد أن أوجه تحية لأحد لأني دواجب، لأن اللجنة الأولمبية برئاسة المحترم المهندس هشام حطب اللي اختلفت معاه كتير ولسه اختلف معاه أكتر، عشان محدش يقول النهاردة إن أنا بشد بهشام حطب وبكرة لو طلع قرار مش على مزاج البرنامج أهاجمه، لا، عندما يكون هناك شيء صحيح لابد أن نصفق للجنة الأولمبية ورئيسها هشام حطب وأعضائها جميعا، وعندما يكون هناك خطأ لابد أن احنا نقول لهم أقفوا، لأن آن الأوان أن تصحح الأوضاع. الخبر الرئيس معنا حصريا لكورة بلدنا، اللجنة الأولمبية المصرية تقرر إلغاء الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية التي كان من المقرر انعقادهما في نادي الزمالك الخميس والجمعة بعد ساعات من الآن. مرتضى منصور استقبل الخبر كالصدمة وتوجه مسروعا إلى الجمعية العمومية إلى مقر اللجنة الأولمبية المصرية، إلا أن الأمن حال بينه ودون الصعود إلى حيث اجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، مما جعله يخرج عن شعوره ويتناول اللجنة الأولمبية ورئيسها وأعضائها كالعادة بأقذر الألفاظ. خليني أقول لكم أهم العناوين. في قرار تاريخي، اللجنة الأولمبية المصرية ترفض انعقاد عمومتي الزمالك العادية والغير عادية. اللجنة الأولمبية المصرية تنتصر لنادي الزمالك ونائب الرئيس هاني العتال، وتقبل شكواه بشأن إلغاء الجمعية العمومية العادية والغير عادية، وتقرر بصحة ما جاء في شكوى هاني العتال بعدم أحقية مجلس إدارة نادي الزمالك في عقد جمعيات عمومية عادية أو غير عادية خلال هذه الفترة. اللجنة الأولمبية تقرر مقاضاة مرتضى منصور بسبب تجاوزاته الغير أخلاقية بمحيط اللجنة اليوم. اللجنة الأولمبية المصرية تقرر مخاطبة مجلس النواب
بشأن السب والإرهاب والتجاوزات من قبل مرتضى منصور والذي تعرضت له اللجنة وأعضاءها بالكامل عقب اجتماعها مساء الأربعاء. الارتياح التام يسود الوسط الرياضي ونادي الزمالك بشكل خاص والكروي بشكل خاص عقب رفض اللجنة الأولمبية انعقاد جمعية الزمالك العمومية وجمعية الزمالك الغير عمومية. جماهير الزمالك تستقبل خبر رفض انعقاد عمومتي الزمالك العادية والغير عادية بترحاب شديد، وتصفه على صفحات السوشيال ميديا بأنه تاريخي وجاء عادلا لإنقاذ القلعة البيضاء من الانهيار ومن مجلس مرتضى منصور. كبار شخصيات ورموز الزمالك يثنون على قرار اللجنة الأولمبية ويعتبرونه نقطة تحول لمستقبل أفضل للقلعة البيضاء. جبهة المعارضة بالزمالك تسمن قرار اللجنة الأولمبية وتصفه بالصفعة والدرس القاسي لإدارة مرتضى منصور الفاشلة في نادي الزمالك. دي كانت أهم العناوين، ومنها خليني أطلع وأذكركم بشكوى هاني العتال التاريخية، علشان عايزين نقف قدامها طويلا، لأن فعلا آن الأوان أن نرد على كل إنسان بيسأل هو هاني العتال فين؟ سكت ليه؟ صمت ليه؟ ما بيتكلمش ليه؟ لا، هنتكلم وأثبت أنه رجل مؤسسات ورجل دولة. ودائما صح كلامي دايما وأبدا لما كنت بقول لكم أن دايما هاني يحكي لي حتى في جلساتنا الخاصة، أنا لا أكن أبدا أتمنى أن أكون نائب رئيس للزمالك شتاما أو لعانا، وإنما عشت وما زلت وأحلم بأن أكون خدام للزمالك، أحترم مؤسسات الدولة وأحترم نادي العريق وجماهيري الكبيرة، وأقف صلبا أمام كل ما يحيط بالزمالك من مخاطر. ودائما احفظ الكلمة دي، كان دايما يقولها لي، مش هتلاقيني غير عندما يكون في خطر بيحوم حول نادي الزمالك. فعلا صمت هاني العتال كثيرا، ولكنه فاجأنا أنه يصمت صمت الأسود. عندما يتحدث لابد أن يكون فاعلا، ودائما شعاره اللي رفعه هو عنده 24 سنة، نحن أقوال أفعال لا أقوال، ولا نكون أبدا ولن نكون أقوالا دون أفعال، وإنما نحن الأفعال. النهاردة شكوى هاني العتال كانت نقطة فاصلة وحاسمة في أن تصحح الأوضاع وتلغى هاتين الجمعيتين الظالمتين اللتين كاد أن ينسف مستقبل الزمالك الكبير والكبير جدا. نذكركم بالست عناصر اللي قلبوا الموازين واللي جاءوا في شكوى هاني العتال، ثم نعود لنواصل الحوار. بدأ المشوار مع هذه الشكوى المهمة، ومعها كان موقف المحترم الدكتور عبد الله جورج اللي هنتكلم عنه باستفاضة وباحترام. خلينا نستقبل حصريا في كورة بلدنا وخاص جدا لنا نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المحاسب هاني العتال. أستاذ هاني، سلام عليكم.
استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا استاذ هاني؟ ربنا يخليك. طبعا بشكرك على استاذ هاني انا معاك. طب يبدو ان الخط انقطع يا جماعه. طيب هنجيبه مره تانيه. خلينا نقول ان على نفس المنوال صار الدكتور عبد الله جورج، وكان صلبا وقويا ولم يخذل جمعيته العموميه. عبد الله جورج تقدم باكثر من شكوى، سواء للجهه الاداريه التي احلت شكواه الى اللجنه الاولمبيه او للجنه الاولمبيه مباشره، وبرأ ساحته امام الراي العام وقال اصوات الزملكاويه امانه زي ما هي امانه عند هاني العتال امانه عندي، واخلي مسؤوليتي من كل الاجتماعات التي لم احضرها ولم ادعى لها، وكمان بتبرأ من انعقاد الجمعية العمومية العادية الغير قانونية وغير لائحية والغير عادية الغير قانونية والغير لائحية. ده كلام مهم جدا، وعلشان كده مش عايز اقول لكم، احنا واحنا بنتكلم مع الاستاذ هاني العتال قبل الهوى قلنا له لابد ان تتحدث اليوم لاعضاء نادي الزمالك ولكل الزملكاوية، مش علشان خاطر انت اللي عملت الشكوى وقبلت، لا، لان ده اللي احنا بنحلم بيه للزمالك، انك تتحدث عندما يطلب منك الحديث، والا تكون جعجاعا على الفاضي والمليان، ولا تكون سبابا ولا لعانا ولا شتاما، لان الزمالك اكبر بكثير من ان يوصم بهؤلاء الشتامين واللعانين. استاذ هاني العتال السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ عبد الناصر، ازي حضرتك؟ تفضل يا استاذ هاني. اولا متشكر على المقدمه الهائله، ربنا يخليك، وده كتير جدا يعني، ربنا يخليك. نادي الزمالك يستحق مننا ان احنا نشتغل بدون ما نتكلم، لكن طبعا بشكرك على المقدمه الهائله. ربنا يخليك يا استاذ هاني. استاذ هاني خليني، يمكن كان من المفترض ان نتحدث منذ ايام، ولكن رفضت اي احاديث تلفزيونيه، وقلت عندما يكون هناك جديد ساتحدث مع اعضاء الجمعيه العموميه. اليوم ومنذ ما يقرب من ساعه تقريبا صدر قرارا تاريخيا بالغاء الجمعيه العموميه العاديه والجمعيه العموميه الغير عاديه بعد شكوى حضرتك والمحترم الدكتور عبد الله جورج. شعورك وردك على هذا الموضوع؟ بص، اولا استاذ عبد الناصر، انا مش من هواياتي ان انا اكون متواجد دايما في الاعلام او على الشاشات التلفزيون، لان انا بمثل نادي وكيان كبير هو نادي الزمالك، وانا نائب رئيس نادي الزمالك في الانتخابات اللي فاتت اللي هي كانت يوم 24/11، ومصر كلها تعلم مدى الحروب اللي كانت عليا من فترة قبل الانتخابات لغاية حتى يوم الانتخابات، لغاية لما اتغير الرقم بتاعي، والحمد لله رب العالمين ان انا بحظى بثقة الجمعية العمومية، وده شرف ليا طبعا. ما بعد ذلك احنا عشنا جو يعني مش هو ده اللي يكون مفروض نادي الزمالك فيه، مش هو ده اللي يكون مجلس ادارة نادي الزمالك فيه، اللي هو المفروض لغاية النهاردة من 24/11 لغاية النهاردة بنتكلم في 29/8 ما يكونش اللي حضر اجتماع واحد فقط، وده كان بصراحة اللي كان يرقص المبادرة كان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة سابقا مع الدكتور علي عبد العال، كنا في مجلس النواب بحضور المجلس بالكامل، واتفقنا ان يكون في مجلس إدارة، وبالفعل بقى في مجلس إدارة، ولكن اجتماع مجلس إدارة وهمي وليس صحيح. يعني التعامل مع إدارة نادي، يعني بالأخص أنا مش عايز أقول نادي الزمالك، لأن نادي الزمالك كلمة نادي الزمالك هو اللي مظلوم في القضايا اللي احنا فيها. هو بالأخص مرتضى منصور بيهين نادي الزمالك، بيهين كيان نادي الزمالك، وهو ده اللي أنا حزين عليه. ليه؟ لأن النهارده لما يكون مجلس إدارة، أنا معلش أنا يمكن هطول معاك شوية في لا اتفضل يا فندم اتفضل. لأن أنا جوايا كلام كتير جدا، يعني أنا في الفترات اللي فاتت أنا مضغوط من الناس، طبعا بقابل زملكاوية كتير في الشارع، بقابل زملكاوية كتير أعضاء في النادي الزمالك، كل الناس كانت بتسألني أنت فين؟ فأنا عايز أقول إن مش لازم أكون متواجد قدام الناس بالفيديوهات ومتواجد قدام الناس بكثرة التصريحات وبالكلام ده، انا مفروض ان انا اكون متواجد نادي الزمالك بشغلي،
وموجود بعملي وموجود بفكري، لان الجمعيه العموميه جت اختارت هاني العتال وسط المجلس، جت اختارت الدكتور عبد الله جورج وسط المجلس، فلازم كلنا نبقى تيم واحد. هو مش قادر يتعامل مع الحته دي، مش قادر يتعامل، مش قادر يصدق ان الجمعيه العموميه اختارت هاني العتال، مش قادر يصدق ان الجمعيه العموميه اختارت الدكتور عبد الله جورج. فنرجع للاجتماع الاولاني نلاقي ايه؟ نلاقي ان مفروض في حاجه اسمها مجلس اداره، في مكتب لمجلس اداره نادي الزمالك اللي بيقعدوا فيها على الترابيزه الكبيره، ومفروض بيقعدوا بشكل محترم بشكل يليق باعضاء مجلس اداره نادي الزمالك الكيان الكبير اللي كلنا بنتكلم عليه، وهو كمان بيتكلم عليه انه كيان كبير، لكن هو بيقول لكن ما بيعملش انه يحافظ على هذا الكيان ده. طيب نيجي نلاقي ان الاجتماع معمول فين؟ اول يوم اللي هو الاجتماع اللي اتلغى. انا هقول لك حاجات يمكن ما حد يعني في الاعلام ما حدش يعرفها، يعني دي زي ما بيقولوها كواليس كده. استاذ عبد الناصر اتفضل. اول اجتماع وحصل كان في كلام بيني وبين الدكتور عبد الله جورج ان بيشاع ان الاجتماع مش هيكتمل، النصاب بتاعه مش هيكتمل. واعتقد حضرتك اكيد فاكر الموقف ده طبيعي. فروحنا، كان الكلام ده كان يوم الاربع، وكان الاجتماع مفروض الساعة 8 بالليل، وروحنا انا والدكتور عبد الله جورج، وقلت له لازم نروح عشان ما نبقاش مقصرين قدام الرأي العام ولا قدام جماهير نادي الزمالك ولا اعضاء. ورحنا، وبالفعل ده اللي حصل، ان بقيت انا والدكتور عبد الله جورج واحمد جلال ابراهيم. وسالنا احمد جلال ابراهيم هو في اجتماع؟ قال لك انا ما اعرفش. طب فين جدول الاعمال؟ ما فيش. طب يعني فين امين سر الجلسه؟ مش موجود. طب يا جماعه انتوا بعتين رسائل ان في مجلس اداره. المهم اتاجل الاجتماع الى يوم الجمعه في نفس الاوضه، المفروض في نفس الاوضه الاجتماع، تروح يوم الجمعة الاجتماع الساعة 10 بالليل، ودي بضغوط كبيرة جدا من مسؤولين في الدولة. كان أيامها المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وكان المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، مع الدكتور علي عبد العال زي ما شرحت لحضرتك. فاتعمل مجلس إدارة يوم الجمعة. طب يتعمل فين؟ مفروض في نفس المكان اللي يليق بأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك. لا، يتعمل في الصالة المغطاة. الصالة المغطاة وظيفتها ان هي بتضم العاب معينة، اللي هم الفيرست تيم دايما في كرة الطائرة او اليد او الباسكت بول، دول مكانها. فانت حضرتك تروح جاي الترابستين ومفرش وتروح عاملهم اجتماع مجلس ادارة ليه؟ يعني هدفه كله تفكيره غريب، تفكيره انه ايه؟ مش هقعدكم على 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 ترابيزه مجلس ادارة. لا، احنا مش عايزين نقعد على ترابيزه مجلس ادارة، احنا عايزين نشتغل لنادي الزمالك زي ما الجماهير العموميه كلفتنا، وزي ما الجماهير حابه ان تشوف فرقتها او تشوف فريقها او تشوف حتى نادي اجتماعي كويس. ده اللي احنا عايزينه. انا مش عايز اقعد على الترابيزه. الموضوع بالنسبه لي مش ترابيزه وكرسي زي ما هو متخيل. فعدينا المرحله وعملنا الاجتماع، وكان اجتماع هزيل جدا، يعني ما فيش حاجه اسمها جدول اعمال، ما فيش كل واحد قدامه فايل كده يقرا منه، لا هو واحد بيقرا وواحد يكتب، يعني حاجه منظومه، ما فيش منظومه اصلا. يعني مش هقول منظومة، لا هو اصلا ما فيش منظومة، لانها ماشية بتبعية الرجل الاوحد، ان هو بياخد قراراته وبينفذها وخلاص، وما فيش حد بيسأله ولا حد بيتشاور معاه ولا اي حاجة. يعني دايما مرتضى منصور يقول ممدوع عباس وان انا ممدوع عباس. لا، هي الموضوع مش كده. هو الموضوع ان احنا نزلنا انتخابات في 2009 ونجحنا وما فيهاش اي مشكله خالص، ويمكن كنت اول مره اقابله في النادي بعد انتخابات 2009 وسلم عليا وسلمت عليه وقال لي مبسوط. قلت له اكيد مبسوط ان انا نجحت، ده شيء طبيعي يعني. فخلص الموضوع، وبعد كده رفع قضايا على نادي الزمالك وعمل كل حاجه عشان يحل المجالس كالعاده من سنه 2000 وهو بيعمل كده، انه يرفع قضايا على نادي الزمالك ويحل المجالس وكل الكلام ده. ولما نقول انه في 2005
هو نجح بقى رئيس النادي، من ساعتها ما شفناش بطولة إلا إذا بعد كده في 2014 اللي هو البطولات اللي بيقولها واحد دوري وخمسة سوبر ومش عارف واتنين كاس، اللي هي مصر كلها بقت ماشية بتسمع الموضوع. لأ الإنجاز مش إنجاز ليك لوحدك، كان في واحد اسمه الكابتن أحمد سليمان موجود، كان بيمثل الكرة في وقتها، وهو اللي عمل كل الصفقات دي وشال من عليك عبء. فما ينفعش تظلم الناس، ما ينفعش ان انت تشوف الناس اللي شغالة كويس وتبقى عايز تبعدها عن شغلها عشان هي ممكن يكون الناس شايفة ان بتشتغل والراجل ده بيعمل مجهود او الراجل ده بيقدر ينفذ اللي هو عايزه، وتاخد انت بتبص لها ان انت تاخد الشو ليك. لا الشو بيبقى دايما لمجلس إدارة نادي الزمالك، مجلس إدارة نادي الزمالك هو اللي بيحقق كل البطولات، مش فرد هو اللي بيحققه، والخسارة نفس الكلام. لكن اقول لك من 2005 لغاية 2014 انت ما خدتش بطولة ليه؟ ما انت كنت رئيس النادي برضه في 2005، هي دي الفكرة. لكن سيبنا من كل ده، احنا خلينا نتكلم على موضوع الجمعية العمومية. اتفضل. وموضوع ان الناس دايما بتطالبني انت مش متواجد ليه؟ لا انا متواجد، لكن انا عمري ما هكون هو يجرجرني ان انا اخش النادي بالعافية ولا كل الكلام ده. لا احنا في بلد، احنا بلد مؤسسات، احنا في بلد فيها قانون. وانا يمكن يا استاذ عبد الناصر ساعت لما استبعدت اول مرة من الانتخابات قلت ايه؟ قلت انا هاخد حقي بالقانون، مش هاخد حقي بالبلطجة، مش هاخد حقي بالصوت العالي، مش هاخد حقي بالشتيمة، مش هاخد حقي بالكلام ده، انا هاخد حقي بالقانون. ليه؟ لان احنا في دولة محترمة وبنبني، وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ده الله يكون في عون، الراجل ما بينامش بيشتغل. طب ما كل واحد لو هو باصص لها كده، ما كل واحد يقعد في بيته وخلاص والدنيا تمشي زي ما تمشي. لكن في ناس وجبت عليها ان هي تتحمل المسؤولية وتشتغل، فالراجل بيشتغل ولازم احنا كمان نشتغل من بعضه. احنا كلنا بنسلم بعضنا يا استاذ عبد الناصر. ما فيش حد هيفضل عايش طول العمر، ما فيش حد هيمسك في مكان وهيفضل عايش فيه طول العمر، من رئيس الجمهورية لأصغر واحد ممكن يكون مسؤول في منصب حتى لو منصب صغير. احنا مفروض ان احنا بنبص ان انت بتبني الاجيال القادمة، سواء راجل كبير بيبني للشباب، سواء للشباب بيبني للاطفال اللي هيبقوا بعد كده شباب. هو الموضوع كده. لكن ان انا ابقى مستحوذ على كل حاجة، عايز كل حاجة بتاعتي، عايزها عزبة، عايزها مشيها بقانوني انا، لا الكلام ده مش في مصر. الكلام ده ممكن اقول لك لو زمان، لو في سنة 80 بقى ولا سنة 90 ولا الكلام ده، لكن الكلام ده مش موجود النهاردة. محدش هيقبله، محدش هيقبله، ولا مسؤولين ولا شعب. لكن اللي احنا بنشوفه مهزلة، ان النهاردة لو مفيش حاجة بتمشي على مزاجه يبقى الناس وحشة، يبقى كذا يبقى كذا، وشتيمة في الناس ايه يا عم ده انت بتشتم الناس كلها كده؟ عادي كده ان انت تشتم مصر كلها، من مسؤولينها، من موظفين، من ناس يعني غلابة، من ايه يا عم؟ الحياة مش كده، الدنيا مش كده. غير من نفسك، مش قادر ابعد عن الرأي العام، وابعد عن اي حاجة تخلي منظرك بالمنظر ده. انت للأسف مش بتأذي نفسك، لو على نفسك خليك بعيد واذي نفسك براحتك، لكن انت بتأذي الكيان اللي اسمه نادي الزمالك، وهو ده اللي انا بغير عليه. وكل المجموعة حتى اللي كانت موجودة في القائمة بتاعت الانتخابات اللي فاتت، اللي هي قائمة الكابتن احمد سليمان، من مصطفى، الدكتور مصطفى عبد الخالق، الدكتور حسين السمري، محمد ابو العيلة، الدكتور عبد الله جورج، الحاج سيف الله يرحمه، يعني في ناس برضو كانت غيوه على نادي الزمالك. انت ما تبصش ان انت الوحيد اللي بتخاف على النادي وكلنا ما بنخافش عليه، لا احنا بنخاف عليه اكتر منك، وما بنتكلمش وما بنسوقش ما بنسوقش لنادي الزمالك زيك. انت النهارده حضرتك الموضوع مش عافيه. النهارده لما تيجي للجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه انت عايز تعملها ليه؟ عايز تغير بنود في اللائحه ليه؟ اقول لك انا ليه؟ لانك فشلت في اللائحه الاولانيه اللي انت كنت بتقول عليها دي احسن لائحه اتعملت. انا سالوني في قانون الرياضه، انا اصغر واحد عملت الفت قانون. الكلام ده انت تقوله سنه والسنه اللي جايه تيجي تلغيه؟ لا الناس بتفهم، الناس بتفهم الكلام ده.
انت ما تقولش كلام وتاني يوم تقول عكسه وتفكر الناس بتمشي وراك قافله عينيها وقافله بقها وقافله ودانها وماشيه وراك وخلاص. الكلام ده خلص. الناس النهارده كل حاجه بتوصل لها على السوشيال ميديا، الحياه دلوقتي انترنت، الحياه دلوقتي مفتوحه على بعضها. انت بتعرف لو اخر خبر في اي دوله في العالم بتعرفه وانت قاعد ماسك الموبايل. الموضوع مش زي زمان يا مرتضى، مش زي زمان، مش زي لما كنت بتقف على باب نادي الزمالك زمان ايام لما كان الدكتور كمال درويش رئيس النادي وتقعد تهلل وتقعد تجيب ناس ويرفعوك فوق والكلام ده خلص. وان انت تقف وفيديوهات وما فيديو ما اي واحد ممكن يقعد يصور فيديوهات. هي ايه يعني؟ هي قضية يعني؟ مش الموضوع مش صعب قوي يعني. لكن احترم المكان اللي انت بتمثله، احترم المكان اللي انت بتمثله. الجمعية العمومية عادي، ان انت ايه المشكلة ان انت كل سنة بتعمل جمعية عمومية عادية عشان خاطر بتناقش فيها الميزانية، ده امر طبيعي جدا ودي حتة هنتكلم فيها. لكن الامر الغير طبيعي ان انت تبقى عايز تعمل جمعية عمومية غير عادية عشان تغير اللائحة عشان تاخد بنود، او بمعنى اصح انت متخيل ان هي تقويك قدام القانون وقدام النيابة العامة وقدام كل الكلام ده. الكلام ده مش صح. انت في حد يعني بيقول لك المعلومة غلط، ولو ما حدش بيقول لك وانت بتتكلم من نفسك او من دماغك يبقى انت بتفكر غلط. هي دي الفكرة. النهاردة عايز حضرتك تغير بنود ليه؟ يعني حضرتك عايز تغير بنود ليه؟ في الجمعية العمومية الغير عادية. احنا خلاص عرفنا عايز تغير بنود معينة اللي هو اللي ما دفعش اكتر من ما دفعش المبالغ المالية بتاعته كلها في نادي الزمالك، من حقه انه يخش الانتخابات، من حقه انه يخش الجمعية العمومية عشان يعترف بالميزانية. الكلام ده مش موجود في القانون. يعني قانون الرياضة ما فيش الكلام ده. فانت ليه عايز تعمل قانون مخالف؟ ليه عايز تخرج نادي الزمالك من مؤسسات الدولة وتاخده وتعيش بيه مع نفسك؟ لا، الا اذا لو انت رايح عايز تشتري نادي. طب ده حضرتك لو حتى اشتريت نادي بفلوسك الخاص انت جوه فين؟ انت جوه مصر، يبقى تمشي على قانون مصر مش على قانونك انت حتى لو حاجتك. فتخيل حضرتك ده مال عام، وتخيل حضرتك ان في جمعية عمومية. طب بمناسبة الجمعية العمومية، انت حضرتك كل شوية بتنادي بالجمعية العمومية. طب هو انت حضرتك بتحترم قرار الجمعية العمومية قوي كده بانتخابها لهاني العتال وبانتخابها للدكتور عبد الله جورج؟ احترمتهم في دي؟ احترمتهم في دي ان الناس جت ودخلت الانتخابات ودخلت الخيم وصوتت بانتخاب هاني العتال كنائب رئيس النادي والدكتور عبد الله جورج؟ احترمتهم في ده؟ ما احترمتهمش. يبقى انت وقت ما تكون عايز العضو عايز يجي لك جري. طب النهارده يا استاذ عبد الناصر اتفضل، ودي حته برضو ايه هقولها لك، دي حته يعني هو بيسعى اليها دلوقتي. عايز يعمل دي. بيكلم كل الاجهزه الفنيه اللي داخل النادي، ما هي عزبه، وبيخلي كل المدير الفني يكلم اولياء الامور، وان بكره عايز يعمل جمعيه عموميه، والاولي الامر اللي مش هيجي هيكتب اسمه يبقى هيخش النار. يبقى هيخش النار يا استاذ عبد الناصر، لانه مش هيروح الجمعية العمومية. لا انا كنت في 2009 وعضو مجلس ادارة، وكنت بنزل اقعد مع الاعضاء وكنت بسمع شكاويهم، لان هو ده دوري، هو ده دوري ان انا اقعد مع الناس واسمع لهم. الناس دي مش عبيد عندي، الناس دي مش كده. انت بتتكلم في 80,000 عضو في الجمعية العمومية غير اعضائه غير جماهيره بالملايين. انت عايز الناس تمشي وراك تعالوا روحوا ويعمل. طيب حضرتك لو بكرة عمل الجمعية العمومية وعمل جمعية عمومية وخلى الناس تخش بالغصب، بعذرهم، بس لازم يبقى ليهم موقف، ولازم يبقى ليهم موقف حاسم. مش هتخرج من الجنة ومش هتخش النار كعضو جمعية عمومية، واكيد الظلم ليه نهاية مهما طال. فهي دي الفكرة. النهاردة بيغصب على اولياء الامور
ان تخش وتصوت زي زمان لما كان بيعمل صندوق نعم وصندوق لا وحاطط كاميرات. ليه انت ليه بتعمل كده؟ ده كل واحد وليه حرية الرأي يا فندم. ده بره مصر لما بيروح ينتخب، دي معلومة برضو يعني، لما بيروح اي انتخابات ولو انت صديق لاي واحد اجنبي وقلت له انت انتخبت مين، يقول لك يعني دي حاجة انا بقولها امال ليه عملوها، يعني ان انا اقف لوحدي وفي صندوق ومحدش يبقى شايف، عشان دي سرية، مش ان انا اطلع اقول انا انتخبت فلاني او كذا. فدي حاجة بتاعتك انت الوحيد اللي بتمتلكها. صح. فانت النهاردة تيجي تعمل صناديق نعم ولا وتصورهم ليه؟ عشان تبقى عارف مين اللي قال اه يبقى ده الراجل بتاعي او ده تبعي، واللي قال لا يبقى ده يخرج من الجنة. لا، هي مش كده يا استاذ عبد الناصر. فيعمل كده. طيب نخش على المرحلة اللي بعدها. لو نفترض ان بكرة فرش الصوان وعلق الانوار وجاب الصناديق وبعت لاي هيئة قضائية ان هي تيجي تشرف، عادي اي هيئة قضائية هتيجي تشرف عادي جدا. وهتمسك الورق وبعد كده هتطلع نتيجة. مفيش مشكلة. طب حضرتك بعد الخطوة دي مفروض تعمل ايه بالجمعية العمومة؟ ما انت مفروض تصدقها. هتصدقها فين؟ فين؟ هتوديها لمين؟ لما طلع قرار رسمي ببطلان الجمعية العمومية، يبقى انت انت بتعاند مين؟ انت بتعاند دولة؟ بتعاند مؤسسات في الدولة؟ بتعاند مين؟ وتجري لك مين اللي هيبط في الامر؟ اللجنة الاولمبية، اشحن الناس على اللجنة الاولمبية. ايه يا عم الدنيا مش كده، الكلام ده خلص. ايه الفرق بين اللي انت بتعمله وما بين الاخوان كانوا بيعملوه قبل كده؟ ايه الفرق لما كانوا بينزلوا ميدان التحرير ويقفوا ويجمعوا ويحشدوا الناس هنا ويحشدوا الناس عند الاتحادية وكل وفي رابعة ايه الفرق؟ انا عايز افهم ايه الفرق، حد يفهمني. لكن النهاردة ان انت تقعد تشحن في الناس ان هي تخش وبعد كده تعمل جمعية عمومية وتعلق النور وتجيب سوان طب مين هيعتمد لك القرار اللي انت خدته؟ مفيش حد. طيب يبقى مفيش حد هيعتمد لك القرار، اصبحت اليوم او اليومين اللي حضرتك عملتهم دول بطلين ولا مش بطلين؟ بطلين. طب حضرتك عملتهم ببلاش ولا بفلوس؟ بفلوس. بفلوسك الخاصة ولا بفلوس نادي الزمالك؟ ده سؤال مهم. لو بفلوس نادي الزمالك يبقى ده اهدار مال عام رسمي وانا غير مسؤول عنه. انا بتكلم بلساني، انا كهان العتال نائب رئيس نادي الزمالك، انا غير مسؤول عن اي اهدار مال عام بيحصل في نادي الزمالك. يا فندم في كتير. لما تيجي انا بكلمك بس على حته، يعني حته معينه هو بيعمل، هيعملها ليه بكره؟ عشان يعاند المسؤولين. لا انا برضو هعمل الجمعية العمومية، انا محدش يقدر يقول لي لا ولا حد يقدر يقول لي اه. لا، يقدر يقولوا لك لا ويقدر يقولوا لك اه، لان احنا في بلد، وفي بلد محترمة، وبلد فيها مؤسسات وفيها قانون بيسرع الكبير والصغير. ده اللي لازم نفهمه، او بمعنى اصح لازم هو يفهمه، لان احنا فاهمينه كويس وبنتعامل عليه. زي ما قلت لحضرتك ان في اول لما استبعدت اول مرة، استبعدت ثلاث مرات في 20 يوم. انا استبعدت ثلاث مرات في 20 يوم. ومع ذلك كان عشمي في ربنا واملي في ربنا كبير، لان انا عمري ما عملت حاجه غلط. فقلت ايه؟ قلت انا مش هاخد حقي الا بالقانون، وخدته بالقانون ونزلت الانتخابات. وفي نفس الوضع لما بعت الست البنود للجنه الاولمبيه، طبعا انا بشكرهم طبعا، لان هم ما عملوليش حاجه شخصيه، هو عملوا بما يرضي الله، عملوا بما يفيد ان القانون هو اللي بيسري على الساحه الرياضيه، اللي انا بتكلم في الحته الرياضيه. الناس شافوا البنود بتاعتنا وشافوا اللوائح اللي نادي الزمالك عاملها، اللي مرتضى منصور هو اللي عامل اللائحه، لقوه بيكسر كلامه. يعني هو بيكسر كلام نفسه، بيخالف قانونه هو،
يعني اللائحه دي بتبقى اصلا يا استاذ عبد الناصر بتبقى متاخده من روح القانون، يعني القانون ذات نفسه، فبعمل لوائح بسيطه مصغره ليا عشان اقدر امشي عليها، بدل ما اجي كل ما اكون عايز حاجه افتح القانون كله، لا انا باخد اللي انا عايزه واعمل بيها لائحه، بدل ما يبقوا عندي 100 بند لا انا اوريدي محتاج 20، فباخد ال 20 من 80 وتبقى لائحه، لكن مش معناه ان انا حرف فيها. طب مع ذلك انت عملت اللائحه، طب امشي مع اللائحه اللي انت عملتها، اللي هو كنت اصغر واحد الفت قانون، اللي هو سالوك مش عارف فين في مجلس الشعب عشان خاطر لجنه الشباب عشان القانون الجديد، طب امشي على الكلام ده، لا ما ينفعش، ما ينفعش امشي صح، اخالف نفسي، يروح مخالف اللائحة اللي هو عملها. ايه ده؟ انت ليه بتعمل كده في نادي الزمالك؟ ليه؟ يعني ليه نادي الزمالك بيتعمل فيه كده؟ هل انت مطلوب منك تعمل كده؟ اطلع وقول للرأي العام. لكن انا بقول لك يا استاذ عبد الناصر، هو ما بيسمعش لحد، ولا لمجلسه او لقايمته اللي هي معاه، ولا لأي مخلوق في الدنيا غير دماغه وصوته لوحده. طيب ومفيش بني آدم بينجح لو هو شغال لوحده. طيب أيا كان هو مين. طب أستاذ هاني، يعني الناس تفاعلت معاك، أسئلة كتيرة جيالي على واتساب البرنامج وبتسأل حضرتك العديد من الأسئلة، يعني أنت أصدرت بيان منذ ساعات صح كده؟ مظبوط. هذا البيان وجهته لأعضاء الجمعية العمومية مباشرة وخطبتهم مباشرة. السؤال في هذا التوقيت، إيه اللي أنت عايز تأكده من خلال هذا اللقاء الخاص مع كرة بلدنا وتقوله لأعضاء الجمعية العمومية؟ أنا طبعاً عايز أقول لهم إن نادي الزمالك مش بتاعنا كلنا. نادي الزمالك هيفضل موجود وإن شاء الله هيطلع من الكبوة اللي هو فيها، ومن كلمة كنت بقولها قبل الانتخابات اللي هي نادي الزمالك محتل. نادي الزمالك محتل، هيطلع بره الكلام ده. لأن في قانون بيسود على البلد كلها من كبيرها لصغيرها. فأنا عايز بس يا أستاذ عبد الناصر أقول لك موضوع البيان اللي أنا عملته ده، إن بخاطب الجمعية العمومية إن هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك مش هيسكت على أي حاجة غلط. وهيتكلم في كل حاجة. لكن ما أقدرش أطلع في كل حاجة، أطلع أعمل فيديو وأطلع أعمل مش عارف إيه وأهاجم مين وأعمل إيه، الكلام ده مش مجلس إدارة نادي الزمالك هو اللي يعمله. فخلينا في يعني خلينا في الموضوع الجمعية العمومية، انا شرحتها لحضرتك وشرحت لك حته مهمه جدا 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 اللي هي بتاعت بكره وبعد بكره، ان هو هيعمل جمعيه عموميه غير قانونيه. هيعمل جمعيه عموميه. لا يعني انت عايز تفهمني ان بعد صدور قرار اللجنه الاولمبيه ممكن مرتضى منصور يعمل مسرحيه هزليه اسمها جمعيه عموميه عاديه وغير عاديه؟ طبعا يا فندم، ما هو ازاي اصلا يبقى هو عايز حاجه وتتلغي؟ فاكيد الكلام ده بالنسبه له مرفوض، فالنادي بتاعه يروح برضه صارف من جيب النادي ويعمل كل ده ويجيب الناس بالعافيه ويدخلهم ويصورهم ويقول لك شفت الناس عايزه تيجي ازاي، واللجنه الاولمبيه ضدي والناس هي اللي عايزه تيجي الجمعيه العموميه، ويجيب واحد بتاع فيديو ويصورهم احنا حابين نيجي الجمعيه العموميه والكلام الهزيل ده. واللي يطلع بره النظام اللي هو بيعمله يبقى بره النادي، سواء عضو او موظف. الموظف اللي ممكن يكون بيقبض له 2000 ولا 3 ومتجوز وعنده عيال هيروح فين؟ يعني حضرتك انا بصلك عليه. حضرتك تتوقع ان ممكن مرتضى منصور يضرب بقرار اللجنه الاولمبيه عرض الحائط، لكن مش هيبقى معتمد وهيبقى فيها اهدار مال عام صريح. لانك انت عارف ان انت بتعمل حاجة غلط، وعارف ان انت القانون مش معاك ان انت تعمل جمعية عمومية، ومع ذلك بتعاند وهتعملها وهتصرف فلوسها من النادي. طب تقول يبقى ده اهدار مال عام رسمي وواضح قدام الرأي العام. طب تقول ايه للعضو في الحالة دي يا استاذ هاني؟ اقول له انه ما يخافش من حد، واللي هو عايزه يعمله، ولما تكون شايف حاجة صح قول صح، ولما تكون شايف حاجة غلط قول غلط، لان احنا مش هنخاف مع يعني
هو مش ربنا يعني، استغفر الله العظيم يا رب، يعني احنا هنخاف من ربنا ولا هنخاف من مخلوق؟ لا هنخاف من ربنا. طيب انت ما تخافش من حد. طب هل في هذه الحالة يا أستاذ هاني تقع الغرامة على العضو الذي لا يذهب إلى الجمعية العمومية؟ يا فندم غرامة فين لما أصلا غير قانونية الجمعية غير قانونية؟ ما أنا بس يعني بس طب هقول لحضرتك على حاجة. نفترض إن عملوا الجمعية العمومية وخدوا قرار بأي قرار، خدوا قرار إن هو هيفتح مثلا مشروع جديد باسم نادي الزمالك مثلا يعني ولازم تفويض من الجمعيه العموميه، باطل ليه؟ ما هو يا فندم ما احنا في قانون، ما هو ده اللي احنا بنختلف عليه، ان هو بيختلف ان هو ما فيش قانون، هو في قانون وهو واحنا بنختلف ان في قانون في البلد اللي احنا عايشين فيها صح، وبلدنا هي دي الفكره. فالنهارده القرار واضح وسليم ان ما فيش الجمعيه العموميه باطله، يعني بطلة ابطال مطلقا، يعني الموضوع واضح وصريح. فالنهاردة معنى ان هو باطل ومعنى ان انت حضرتك تتعند وتعملها، يبقى اصبحت انت بتتعند بتعاند القانون، بتعاند المسؤولين، وعايز تبقى في جبهة لوحدك واخد نادي الزمالك وعايش بيه مع نفسك، وتصرف على الجمعية من فلوس نادي الزمالك اللي هي فلوس اعضاء الجمعية العمومية، وفي الاخر هيبقى اسمه اهدار مال عام لانك عارف ان ان الجمعيه العموميه غير قانونيه. فحضرتك في الميزانيه حاجات مهمه جدا، يعني حتى في الميزانيه المفروض بنناقشها، احنا عندنا 133 مليون جنيه مصاريف اداريه ونثريه. 133 مليون جنيه. 133 مليون مبلغ جنيه. مبلغ رهيب. ده مبلغ ضخم يا فندم. ده حضرتك النشاط الرياضي لو هو في الميزانيه كاتبه ان هو النشاط الرياضي باكمله صارف 400 مليون جنيه وانا هصدقه؟ ما ينفعش يبقى المصاريف العموميه والنثريه 103، ده رقم كبير جدا. ده داخل في 30% من النشاط الرياضي بس، اللي هو اكبر حاجه في نادي الزمالك بتصرف، اللي هو النشاط الرياضي. يا فندم قدامك شراء قلم وورق ب 3,800,000. طب انا عايز اسال حضرتك حاجه بعد او مش لا مش لحضرتك، للساده المستمعين يعني او اعضاء نادي الزمالك الكرام، ذنب ايه العضو ان يتحمل 56 مليون جنيه قضايا؟ ليه بتعمل حروب مع الناس كلها ونادي الزمالك هو اللي يدفع؟ ليه بتعمل حروب وقضايا ترفع على ده وترفع على ده وترفع على ده وترفع على ده ونادي الزمالك هو اللي يدفع؟ ليه؟ سؤال تاني، ليه 1,200,000 جنيه معمولة تحت بند ان هو بيعزي اعضاء مجلس شعبي في وفاة مثلا زوجة، في وفاة والد والدة، نادي الزمالك يتحملها ليه؟ حضرتك عضو في البرلمان مظبوط، يبقى من جيبك لو انت عايز توجب مع الناس، ما توجبش من نادي الزمالك، مش من جيب نادي الزمالك، مش من جيب العضو. العضو او نادي الزمالك هو اولى بالمليون ومتين الف جنيه دول. في حاجات كتيرة يا فندم لما تيجي تفصص الميزانية تلاقي في بذخ في الصرف. بذخ في الصرف، وده شيء مرعب وشيء خطير، لان نادي الزمالك هو اولى باي جنيه. دي حاجة مهمة جدا، يعني لازم الناس تتفهمها، لازم الناس تقرا الميزانية. طبعا هو الحاجات دي اتبعتت قبل الجمعية العمومية مثلا بيومين ثلاثة عشان الناس ما تلحقش تقرا وتك تك وعدي وخلاص ومحدش فاهم حاجة. ليه بتتعامل مع الناس كده؟ بتعامل فير، خليك منظم، خلي عندك حاجة اسمها مؤسسة، انت في مؤسسة كبيرة ما تصغرهاش، كبرها، كبر المكان اللي انت فيه. ده دورك، ده دور مجلس إدارة نادي الزمالك، ان الجمعية العمومية فوضت المجموعة ان تدير هذا الشأن وتطوره، مش تديره فقط. والتطوير مش معناه تطوير انشائي فقط، لا، في تطوير في حاجات كتيرة يا استاذ عبد الناصر. ما بيبدو في تطوير انشائي، في تطوير رياضي، في تطوير اخلاقي اللي هو مش موجود في نادي الزمالك دلوقتي.
ده باستاذ هاني يبدو ان كلام حضرتك مظبوط 100% وتوقعاتك في محلها. جاءنا الان لكره بلدنا. اكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ان الجمعيه العموميه للزمالك غدا الخميس في موعدها وسوف يشرف عليها 260 من موظفي الشباب والرياضه، واشار بانه لا صحه على الاطلاق لما قيل انها الغيت، وكشف انه قدم بلاغا ضد هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه، كما انه سيقوم بتقديم بلاغ اخر للنائب العام يتضمن تسجيلا صوتيا بين حطب ومصطفى عبد الخالق يكتب اسرار التامر على نادي الزمالك. اي كلام، ويرفع قضيه ونادي الزمالك يدفع وخلاص، ويقول لك انا عامل جمعيه عموميه. والله وجمعيه عموميه والناس تروح غصب عنها. احنا هو نادي الزمالك محتل، الكلمه دي لازم الناس تبقى فاهمها كويس. نادي الزمالك محتل، هو بالعافيه مفيش قانون، هو بالنسبه له مفيش قانون، هو مش عايش في دوله، هو 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 مفكر ان هو عايش لوحده. لا، انا قلت لك انت عايش في دوله، عايش في مصر، ولازم تبقى عارف ان مصر دي حاجه كبيره جدا، ولازم تحافظ على اسمها وكيانها وما بعدها نادي الزمالك اللي انت بترقصه. طيب هاني بيه مرضي، سؤال جاي لك يعني، شكرا لوقتك واسف اذا كنت اطول عليك. يعني سؤال وجيه جدا جاي لك، بيقول لك تصريحات مرتضى منصور للتو بشان الموظفين للشباب والرياضه 260 موظف، هل حضرتك ترى ان هذا يحرج وزير الشباب والرياضه انه يتبعت 260 موظف في جمعيه عموميه صدر بشانها قرارا بالالغاء من اللجنه الاولمبيه؟ لازم يكون في قرار، طبعا قرار طلع من اللجنه الاولمبيه، ويجب على وزير الرياضه ان هو النهارده يشوف ايه الصالح العام لنادي الزمالك، وايه الصالح العام ان احنا النهارده زي ما قلت حضرتك اهم حاجه ان احنا لازم يكون عندنا قانون هو ده اللي بنمشي عليه. فطبعا ان هو يبعت الموظفين لنادي الزمالك مفيش مشكله يبعتهم، بس نادي الزمالك هيطلع لهم مكافئات. طب المكافئات دي مين اللي هيدفع ثمنها؟ نادي الزمالك. الجمعيه العموميه قلت لك هتتم شكليا لكن ملهاش اي صحه، لانك انت كل القرارات اللي انت خدتها دي بتعمل بيها ايه؟ مش حضرتك بتوديها وبتتختم من اللجنه الاولمبيه باعتمادها وكل الكلام ده؟ طب ما اللجنه الاولمبيه قالت لك ان الجمعيه العموميه بتاعتك غير قانونيه. يعني قالت لك غير قانونيه، فحضرتك النهارده هتعمل كل ده وهتصرف وهتجهد النادي بشريا وتجهده ماليا، وفي الاخر النتيجه زيرو، لان مفيش حد هيعتمد لك الجمعيه. بالظبط كده، لان القرار طلع يا فندم خلاص، والقرار عندما ياتي استباقيا بيقول لك على كان لا تصرف ولا تعمل ولا تركب دماغك ولا تعمل لنا فيها عنتر على الفاضي. بالظبط كده. يبقى النهارده بقى نيجي عند النقطه دي، ده مش ما فيهوش ايه خطا. يعني في فرق من الخطا والتعمد، هو دلوقتي هو في حاله التعمد والتزند ان هو هيعمل الجمعيه غصب عن اي حد في البلد. غصب عن الاعضاء، غصب عن المسؤولين اللي بيقولوا المفروض الصح ايه والغلط ايه، واحنا نمشي وراهم، وده امر طبيعي لان انا مش عايش لوحدي، في قانون بيحكمنا كلنا. طب استاذ هاني، دي النقطه اللي احنا دي النقطه اللي احنا دايما هو انا يمين وهو شمال. النهارده جمعيه عموميه انتخبت هاني العتال والدكتور عبد الله جيش، ما تعمل اجتماع يا عم ونقعد ناس محترمه بتقيم وتعلو من شان نادي الزمالك اكتر ما هو عالي، ونبقى شكلنا قدام الراي العام حاجه محترمه، وناخد قرارات، وفي الاخر يا استاذ عبد الناصر دي ترابيزه ودي اصوات. طب انا بمناسبه لما قلت لك ان انا كنت مع الاستاذ ممدوح عباس فقبل كده في انتخابات 2009، وكان كابتن حازم امام وكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه والمهندس رؤوف جاسر واللواء صبر سراج وكان عمرو الجنايني وكانت مدام رخسان حلمي وكان احمد جلال ابراهيم، يعني بصراحه ما احنا كنا بنقعد ونختفي بقى عادي. اصل انا انتخبت عشان كده، انتخبت عشان اقول رايي، والمهندس رؤوف جاسر كان انتخب عشان يقول رايه، احمد جلال نفس الكلام، فلاني نفس الكلام، الكابتن ابراهيم يوسف الله يرحمه نفس الكلام، يعني كنا بنقعد نقول ارائنا.
لكن يا فندم احنا نسمع ايه؟ ان الماتش النهارده خسرنا بعد دقيقه مجلس اداره يقرر اقاله المدرب. هو مجلس اداره لحق يتكلموا ويتناقشوا وياخدوا القرار السليم في اقاله المدرب الفرعي؟ لما يجي حضرتك يقيل مثلا بتاع 20 مدرب في السنه، يبقى اكيد ده مش قرارات مجلس، دي قرارات فرديه بتطلع في دماغ الفرديه في اتخاذ القرارات. بالظبط. يعني هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، دي اداره مركزيه. طب هل هو بيتعامل بالاداره المركزيه، إدارة الفرد بعيدا عن المجموعة وبعيدا عن الـ 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 المجلس تماما؟ طب أستاذ هاني، طب خلاص، ده كان حضرتك الجمعية العمومية أو القانون يسمح إن حضرتك تنتخب رئيس نادي فقط. بس خلاص، واحد بس وهو يدور الموضوع. طب أستاذ هاني، هل هناك تحرك؟ يعني ده سؤال جاي لك من بعض أعضاء الجمعية العمومية، بيقول لك هل هناك تحرك سيتخذ هاني العتال حيال عدم انعقاد الجمعية حتى لا يتكبد النادي أموالا طائلة، وفي نفس الوقت ندخل نفسينا في مسرحية تضحك علينا الناس والزمالك أكبر من هذا الهزل الذي لا يعرف معناه ولا قيمته رئيس النادي؟ يا فندم كل حاجة أنا مش قاعد نايم وفاهم اللي بقوله، وقلت لحضرتك دلوقتي قبل ما حضرتك يجي لك الخبر، قلت لك إنه ده اللي هيحصل، واللي هيحصل ده معناه إن فيه إهدار مال عام ومش هنسيبه. مش هنسيب إهدار مال نادي الزمالك يترمي كده في الأرض. في الأرض اعمل بيه حاجة للنادي، لكن ما ترمهوش في الأرض. فيد بيه العضو، مش تخصب على العضو وتدفعه فلوس كمان. لا، الموضوع مش كده يا استاذ عبد الناصر، ولازم يكون في حل لكل المشاكل دي. النهارده مواضيع المجلس السابق في اهدار المال العام، انت شايف ان ممكن تكون ما اخطأتش، ما تروح النيابه وتكلم وقول وجهه نظرك، لكن شهادات مرضيه، اصل انا مسافر عشان تعبان، ايه الكلام ده؟ انتوا ناس مسؤولين، طالما مسؤول يبقى تقف، وطالما اسد يبقى روح، لكن اسد في الفيديوهات وما وخلاص كده وما نروحش ومش مشكله، ايه اللي يحصل؟ مش فاهم. اسد في الفيديوهات وفي النيابه بالستون. طب فين؟ روح اشرح وجهه نظرك. النيابه عادله، محامي الشعب، روح وقعد واتكلم. طب الناس تروح، مش خدت قرار؟ مش خدت قرار وانت مسؤول عنه؟ اطلع وروح زي ما اعلنتوا في الفيديوهات قبلها ان انتوا بتتباهوا كل الكلام اللي انتوا عملتوه. اطلع روح اشرح وجهة نظرك. طب اسمح لي يا استاذ هاني، برضه من الاسئله اللي جايه لي، هل يحزن هاني العتال عندما يجد هذا الكم من السب له ولوالده واتهامات بالتزوير وتجاره المخدرات و يعني عايز اقول الكلام الجارح الذي يجرح الاذان ويقلق البيوت وبلا ادله وبلا مستند، وكانه يعني يريد ان يلقن هاني العتال دروسا في عدم يعني استجابته لمطالب مرتضى منصور، او لكون هاني العتال نجح وسقط ابنه، خلينا نقولها على براءة. هو استاذ عبد الناصر، هو بيتعمد دايما يهين او يحاول يقول اي كلام على اي واحد مش ماشي على الهوى، وده امر معروف جدا 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 لمصر كلها. ولكن هو هيكون برضه في دي اقوى من الدوله؟ يعني ان انا بتاجر في كذا وان انا بعمل في كذا، يعني انت جهاز مخابرات يعني؟ طب ما لو انا كنت كده كنت زماني دلوقتي في السجن مثلا، مش بكلمك في التليفون. صح. لكن اي كلام يا استاذ عبد الناصر، عضويه هاني مزوره، هاني مش هيخش الانتخابات، وهاني بعد كده يخش الانتخابات، وهاني ينجح، ولو نجح حد من القائمة التانية هستقيل فورا، ما استقلش عادي. الكلام ده يعني خلاص بقى، هي دي السمة بتاعته، انه يهاجم الناس
مش لاقي كلام يقوله غير ان هو يقعد يتكلم بألفاظ خارجة، ويقعد يتغمز ويقعد يعمل حركات كده ما ينفعش يبقى رئيس نادي الزمالك هو اللي بيعمل الكلام ده، لانه قبل ما بيهين نفسه هو بيهين الكيان اللي هو يرقصه. والجماهير العمومية لازم تاخد درس كبير جدا، واعتقد ان هي خدت الدرس وفهمته كويس في الانتخابات بتاعة 2017، ان تيجي وتنتخب من يهين نادي الزمالك، فاعتقد ان هي فهمت الدرس ده كويس، فهمت ان هي داخل النادي هي مش حرة، ممنوع حضرتك تبقى حاطط رجل على رجل. ليه يعني؟ هو انا لما اكون حاطط رجل على رجل يبقى انا كده راجل مش محترم؟ ليه يعني؟ لو واحد بيشرب سيجارة جوه النادي عادي يعني ممنوع؟ لا مش ممنوع، في اماكن مخصصة مش لشرب السجاير، عشان الناس برضو يعني حتى لما جيت اطبقها غلط، هو بيبقى مكان ممكن كبير مخصص للناس اللي ما بتحبش التدخين، مكان واحد، لكن مش مكان واحد مخصص للناس اللي بيدخنوا. ده اكتر من 90% من شعب مصر بيدخن. طيب هتقعدهم كلهم في مكان واحد؟ يعني انا بقول لك على الفكر، ممنوع شاب يخش النادي بشورت، يعني ايه برضه؟ امال يخش الشورت يعني لما يروح النادي يروح بايه؟ طب ويلبس الشورت فين؟ كلام طبعا صغير وكلام تافه جدا ان الواحد يتكلم فيه، لكن انا بقول لحضرتك هو كل من بيمشي في جناح او تحت جناح مرتضى منصور فهو رجل شريف ورجل عفيف ورجل هو احسن واحد في العالم. صح، كل ما يكون لك رأي اخر ورأي مفروض الناس تسمعه والناس بتحترمه والناس مقدرة اللي انت بتقوله، فانت تبقى كذا وكذا 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 وكذا، فده امر خلاص حتى مع الناس بقى بياخدوه بمنطلق السخرية عليه. يعني بقى اضحوكة للشعب المصري باللي هو بيعمله. فانا حزين على نادي الزمالك، وحزين ان يبقى هي دي الرياضة كنادي كبير على مستوى افريقيا، وان ان ان رئيسه يتعامل بالمنظر ده، يعني عيب. وتاني حاجة، انت لما تيجي تشتم بتشتم مين؟ انت بتشتم نائب رئيس نادي الزمالك الشرعي. نائب رئيس نادي الزمالك اللي الجمعية العمومية جات وقالت كلمتها، نائب رئيس النادي الزمالك اللي كنت قافل البيبان قدام القائمة التانية ومع ذلك نجح منها اثنين والباقي لم يوفقهم الحظ. يعني ده اللي انا عايز اقوله، احترم الناس، احترم الجمعية العمومية اللي انت دايما بتناشد بيها، اللي انت عايزها تجري لك عند اللجنة الاولمبية وتشحن الناس، اللجنة الاولمبية منعقدة فاكيد هتاخد قرار ضدي عشان انا الراجل ماشي غلط، طب اشحن الناس واعمل اعتصامات واعمل مظاهرات وشتيمة، حاجة قلة يعني مش عارف اقول ايه بصراحة، بس عايز اقول انه عيب عيب اللي بيحصل ده، عيب اللي بيحصل باسم نادي الزمالك ده، عيب ان يحصل في دولة محترمة كده. لازم الناس تفوق شوية، ولازم تعرف ان مش في مصر بس اللي بيتكلموا على الحالة دي يا استاذ عبد الناصر، الوطن في العالم كله. صح، مش في الوطن العربي، والله في العالم كله، وحاجة مخلينا منظرنا وحش بس كده، مش هقول حاجه تاني. قبل ما تسيبني، حد بيقول يعني اتمنى ان نداء الاستاذ هاني العتال لاعضاء الجمعيه العموميه نادي الزمالك يكون له صدى، وبيقول ذكر الاستاذ هاني العتال ان هذا الموقف الذي يصمم عليه مرتضى انه يركب دماغه ويعمل جمعيه عموميه سبق وان تم في النادي الاهلي، وبعت لي النص انا بشكره على المتابعه. بيقول بلغ الاستاذ هاني العتال هذا الموقف يعيد نفسه، موقف اللجنه الاولمبيه حصل مع محمود طاهر عندما كان رئيسا للنادي الاهلي وعمل جمعيه عموميه بدون موافقه اللجنه الاولمبيه، وفي النهايه كان بطلان الجمعيه هو الحل، ودخل الاهلي في اتون مشاكل الى ان جاء الخطيب وحلت هذه المشاكل، فمعنى عقد جمعيه عموميه صدق هاني العتال انه سيدخل الزمالك في اتون قضايا وامور لا حل لها. مش مشكله يا استاذ عبد الناصر، هو ما يهموش الكلام ده.
هو يهمه انه برضه هيعمل جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه بالنسبه له انه يعمل خيمه ويولع النور والناس تيجي والناس تحط وتحط اصواتها في الصناديق، هو بالنسبه له كده عمل جمعيه عموميه. لكن صرف طبعا من النادي وكلف النادي. هي اللجنه الاولمبيه اصدرت بيانا ساقراه بعد مكالمه الاستاذ هاني العتال، لان كان مهم جدا نجيب الاستاذ هاني العتال في هذا الموقف. طيب سؤال اخير عشان ما ارهقش حضرتك، جاي لك من احد جمهور الزمالك. انا من الجمهور ولست عضوا عاملا بنادي الزمالك، هاني العتال هو لسان حال جماهيرنا، وارجو من الجمعيه العموميه ان يكون قراراتها متماشيه مع الملايين من جمهور نادي الزمالك، لاننا جميعا نتفق على حب الكيان. مظبوط يا استاذ عبد الناصر، احنا في الاخر سواء جمعيه عموميه او جماهير احنا واحد، كلنا زملكاويه. ده زملكاوي وده زملكاوي، ده عضو في الجمعيه العموميه ليه حقوق جوه نادي الزمالك رياضيا واجتماعيا، وجماهير نادي الزمالك ليها حق رياضيا عليك. سواء ليها حق على الجمعيه العموميه او ليها حق على مجلس الاداره في منطلق الادب والاحترام. بتفق معك. هل هناك كلمات اخيره استاذ هاني؟ لا يا استاذ عبد الناصر، انا بشكرك جدا ويمكن اسف ان انا خدت من وقتك كتير. لا بالعكس، انا شرفت بحضرتك. لكن طبعا انا يعني كان جوايا كلام كتير قوي حبيت ان انا اقوله، فانا سعيد ان انا قلته معاك. يمكن انا ما بحبش اطلع او اتكلم كتير او ظهور اعلامي كتير، بس يمكن اتاحت لي الفرصه ان لازم اتكلم واعبر عن اللي جوايا، لان الواحد برضه مضغوط نفسيا. لازم الناس تبقى فاهمه ان هاني العتال مش 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 انتخب مش انتخب نائب رئيس نادي الزمالك وساكت، لا، بدور على حقوق نادي الزمالك بس بالادب وبالاخلاق وبالقانون بس كده. شكرا جزيلا استاذ هاني العتال على هذه الايضاحات وهذا الكلام الحصري لكرة بلدنا. خلينا نقول على حاجة مهمة جدا، نعاود التأكيد على ما جاء في منذ ساعات، قرارا تاريخيا للجنة الأولمبية المصرية برفض انعقاد عمومتي الزمالك العادية والغير عادية. اللجنة الأولمبية المصرية تقرر مقاضاة مرتضى منصور بعد تجاوزاته الغير أخلاقية وسبه للجنة ورئيسها وأعضائها. اللجنة الأولمبية المصرية تقرر مخاطبة مجلس النواب بشأن سب وإرهاب مرتضى منصور للجنة اليوم أثناء اجتماعها. الارتياح التام يسود كل أركان نادي الزمالك، وناس كتيرة جدا طبعا الأستاذ مرتضى منصور ليه مؤيدين ومش مرتاحين. أنا بتكلم على اللي وصلنا من الناس اللي هي كانت ضد الجمعية، كانت بمنصب بس. بعد رفض انعقاد عمومتي الزمالك، جماهير الزمالك طبعا اعتقد كلها مش عايزه لا مرتضى منصور ولا مجلسه، الا قليل يعني عشان برضه ما نعممش. جماهير الزمالك تستقبل خبر رفض انعقاد عموميه الزمالك بترحاب شديد، وتصفه بالانتصار للعدل وانقاذ القلعه البيضاء من الانهيار. كبار الشخصيات ورموز الزمالك يصنون على قرار اللجنه ويعتبرونه نقطه تحول، وهيكون معنا تليفونات كثيره من بعض منهم. جبهه المعارضه منذ قليل تصدر بيانا وتسمن قرار اللجنه الاولمبيه وتصفه بالصفعه والدرس القاسي لاداره الزمالك الفاشله في اداره شؤون النادي. قبل ما اروح لبيان اللجنه الاولمبيه بيطبعه لي، وكمان بيان جبهه المعارضه، والبيان اللي صدر من الاستاذ هاني العتال، ثلاث بيانات مهمه صدرت تباعا، وتصريحات مرتضى منصور اللي صدر دلوقتي، اروح للدكتور عبد الله جورج. دكتور عبد الله جورج السلام عليكم، وبعتذر شديد كثيرا لحضرتك على الانتظار. والله ربنا يخليك يا استاذ عبد الناصر، بس انا بقدر ان هاني العتال كان من حقه انه يوضح موقفه اللي ناس كتير كانت مش فاهم هو بيعمل ايه، ومش فعلا مش لازم يطلع كل شويه يتكلم وكل الكلام ده، انما هو ما كانش يعني متنازل عن حقه اللي الجمعيه العموميه ادتهوله، والاعضاء الجمعيه العموميه شرفوه باختيار نائب رئيس. فالحقيقه كان بعد طول الصمت يعني من حقه ان هو يطلع ويقول ويوضح الصوره قدام الناس، لان هو يستحق فعلا ان الناس تعرف مين هو اللي هم اختاروه نائب رئيس.
متفق معاك تماما، وانا بشكره انه كمان خص كرة بلدنا بهذا الحوار. ولكن السؤال ربما يعاد تكراره على حضرتك يا دكتور عبد الله، انت كنت متقدم بالعديد من الشكاوى، ولكن يمكن خطاباتك كان فيها نوع من التبرئة، تبرئ ساحتك امام الجمعية العمومية وتبرئ ذمتك امام الله. كانت صيغ الخطابات دائما تؤكد انك بريء من قرارات مجالس الادارات، وفي نفس الوقت بريء من انعقاد الجمعية العمومية ان انعقدت. لماذا كنت تركز على انك تريد ان تبرئ ساحتك وذمتك يا دكتور عبد الله؟ علشان خاطر حضرتك انا لم اكن في يوم من الايام موجود في المجالس اللي هو اتخذ، اللي انا ما اعرفش اتخذ فيها قراراتي. يعني حتى ما حدش عارف مجلس الاداره بياخد قرار ايه او ما بياخدش قرار ايه. انا ما اعرفش ايه القرارات اللي اتخذت. يمكن انا مش عايز اكرر نفسي تاني، ان انا كانت شكاوايا هم شكوتين الاولانيين لابراز ذمتي، علشان خاطر انا لا اخطر بمواعيد اجتماعات مجلس الاداره اللي قبلها بساعه وساعتين وحاجات كده يعني. انما المذكره الثالثه كانت اللي هي كانت قبل العيد مباشره، اللي انا توجهت بيها للجنه الاولمبيه وللسيد وزير الشباب والرياضه وطالبت فيها بعدم انعقاد اي جمعيه عموميه في نادي الزمالك حتى يتم البت في العضويات اللي موجوده، صحه العضويات اللي موجوده في النيابه العامه. تمام. ده كان قبل العيد مباشره. تمام. بعد العيد وبالتحديد يوم الثلاث انا قدمت مذكره يعني مماثله تقريبا لاني اقدمها، وفيها نفس البنود وفيها كل الكلام ده. لان كان انعقاد الجمعيه العموميه ده غير صحيح قانونا، مش عايز اقول باطله، انما ما ينفعش ان الجمعيه تتعمل وهي فيها حتى جدول اعمالها يحمل كل هذا العوار. يعني حتى بنود الجمعيه فيها عوار شديد، فيها عوار ان هي بتقول يعني نقر العضويات المستثناء اللي ممنوعه بقانون الرياضه، ما ينفعش نخالف التعليمات الماليه للدوله كلها وقانون المزايدات والمناقصات، واقول انا الجمعيه العموميه انا عايز موافقتها ان انا اعمل تعاقدات تفوق مده المجلس. ده على سبيل المثال الحصر للحاجات اللي هي كانت موجوده، فكان ما ينفعش ان الجمعيه العموميه دي تتعمل، لان اولا ده مش حقها خلاص، ومش مفروض انك تطلبه منها. فيعني وبعدين يعني معلش حضرتك، انا كنت سمعت في المداخله مع هاني ان طبعا انا بقول هاني مش استاذ هاني، رحتان يعني برضه زي ما احنا بنتعامل مع بعض يعني استاذ هاني رحتان، حكايه الغرامه. انا بؤكد لحضرتك ان مفيش غرامه على عضو الجمعيه العموميه اللي مش هيروح الجمعيه العموميه. لائحه نادي الزمالك الخاصه. يا ريت نكتب دعوينا يا شباب. يعني مفيش غرامه. ما فيهاش غرامه. اللائحه الخاصه في نادي الزمالك اللي اقروها في الجمعيه اللي انا مش عايز اتكلم عليها يعني. خلاص اصبحت ما فيهاش نص على غرامة للي ما يحضرش الجمعية العمومية. ما فيهاش النص ده. امال ما يشاع ده يا دكتور عبد الله؟ ما اعرفش انها هو برضو يخالف اللائحة. يعني ما هو زي اجتماع جمعية عمومية على يومين يخالف اللائحة. جمعية عمومية عادية وغير عادية في نفس التوقيت يخالف اللائحة. برضو موضوع الغرامة ده يخالف اللائحة، لان اللائحة لا تنص على ان في غرامة زي ما بيقولوا 500 جنيه على اللي ما يروحش الجمعيه العموميه. مفيش لائحه نادي الزمالك مفيهاش الا اذا كانت اضيفها لحد كده بقى من غير ما حد يعرف. انما لائحه نادي الزمالك اللي تم الجمعيه العموميه عليها
ما فيهاش مخالف يعني غرام مالية على اللي ما يحضرش الجماعة. ده مثلا يعني. طيب ده أنا للتو يا دكتور عبد الله الآتي. ده أنا للتو الآتي يبدو أن حتى الدولة متفائلة معنا. اتفضل. الإشراف على الجمعيات العمومية يتم بناء على تفويض من اللجنة الأولمبية للجهة الإدارية، وحيث أن اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارا بإلغاء الجمعية، بالتالي أصبح التفويض بوجود 260 موظف من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لاغيا، وليس للجهة الإدارية صفة الإشراف على هذه الجمعية. القانون، القانون يا أستاذ عبد الناصر، نحن في دولة قانون. أنا طول عمري مؤمن وأن هذه البلد لن تقوم لها قائمة بدون القانون، دولة قانون. صح. والرئيس عبد الفتاح السيسي دايما 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 يصر على ان نحن دولة قانون، والقانون يسري على كل واحد في هذه الدولة. لا كبيرة على القانون. ومثالي ان حضرتك كنت نزلت نص كلام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قلت ان هو لا احد فوق القانون ولا احد يتدخل في قرارات وتحقيقات النيابة العامة، تحقيقات النيابة العامة ومعانا النهاردة تاني. يعني اقصد اقول ان نحن في دولة قانون، والقانون لابد وان يطبق على الكل كبيرا كان ام صغيرا. لابد ان القانون يطبق. واللجنة الاولمبية طلعت قرار خلاص. انا مش عايز اقول لك انا مشكورها عليه، علشان انا كنت بدي لها الشكوى. هو انا قلت إن حاجة يا دكتور عبد الله، انا قلت حاجة، احنا ما ينفعك نشكر من له سلطة ان يؤدي واجبه، لانه ده واجبه القانوني. ما انا قلت لحضرتك انا ما ينفعش اشكر لان قرارها هو الطبيعي طبقا للقانون. اللجنة الاولمبية عملت ايه؟ اللجنة الاولمبية طبقت القانون. ونحن في دولة قانون، ولا احد لا فرد ولا مؤسسة فوق القانون. كلمة منك يا دكتور عبد الله لأعضاء الجمعية العمومية. إذا سمحتم لا تنساقوا وراء كل الكلام المضلل اللي ممكن يتقال لكم بخصوص الجمعية العمومية. الجمعية العمومية ألغيت من صاحب القرار اللي يملك إن يجيز أو يمنع إقامة الجمعيات العمومية في النوادي. كلمة منك لجمهور الزمالك يا دكتور عبد الله. انت حبيبي. جمهور الزمالك انت حبيبي. انا افخر ان انا واحد منكم. واحد منكم، واحد زيكم. وبقول لكم اوعوا تتخلوا او تبعدوا عن مساندة فريق الزمالك. واذا كنا خسرنا ماتش فالدوري لسه طويل. صح. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كلنا هنفرح بانتصارات جاية بعد كده. طيب اسمح لي برضي نفتح كم سؤال. الناس برضي زي ما تفاعلت مع الأستاذ هاني العتال تفاعلت معاك، وأول سؤال جاي لك اسمح لنا تفتح صدرك لنا لدقائق. يعني أول سؤال دكتور عبد الله، لماذا تلتزم الصمت حيال سب مرتضى منصور ليك الدائم، وعدم اعتمادك كعضو مجلس إدارة تارة واعتمادك تارة أخرى، إلى أن وصل الأمر إني ما عنديش حد في المجلس اسمه عبد الله جورج؟ اولا ليا تعليق صغير على ما عنديش حد في المجلس. انا مش في مجلس عند مرتضى منصور، انا في مجلس نادي الزمالك. كلمة عندي، انا مش عضو مجلس ادارة عند مرتضى منصور، انا عضو مجلس ادارة نادي الزمالك. فكلمة عندي اللي هو دايما يصر عليها دي، هو الحقيقة بشوف ان هو مش من حقه حتى انه يستعملها ولا يقول عندي. انا مش عنده، انا عند نادي الزمالك، ونادي الزمالك فوق الجميع، ونادي الزمالك هو اللي عملنا كلنا، ونادي الزمالك هو صاحب الفضل علينا. ان انا بسكت ده عن السب، انا تربيتي لا تسمح بالتجاوز.
طيب الأخبار أيضا تتواتر، موظفي الشباب والرياضة أو مديرية الشباب والرياضة، وهنا نحتاج إلى تدخل الوزارة. لو سمحتوا لو تقدروا تتواصلوا مع الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة عشان ما نقولش كلام في عدم معرفة. دلوقتي جالنا إن اللجنة الأولمبية هي التي تفوض المدريات في الإشراف على الجمعيات العمومية والعادية والغير عادية، وبما أن الجمعية قد ألغيت من اللجنة الأولمبية فقد ألغي التفويض لل 260 موظف. جالنا فتوى تانية عشان نبقى واقفين بالقسطاس المستقيم. حد بيقول مش فتوى، حد بيقول خلي بالك إن الموظفين مش رايحين بتفويض من الأولمبية، رايحين بناء على اللائحة أو خطاب الوزارة. يعني ده بالأستاذ شهاب أبو مغيث بيقول لي مكتوب على الصفحات. هذا كلام خاطئ، ولا انا غلطان يا دكتور عبد الله؟ انا لي الجمعيات العموميه في النوادي الجهه الاداريه تشرف ماليا، ايوه، انما الاشراف الاداري على النوادي هو اللجنه، يعني الحق الاصيل للجنه الاولمبيه. فاللجنة الأولمبية هي لما تقرر ان في جمعية عمومية بالضبط هي اللي تطلب من الجهة الإدارية انها تنتدب موظف. وعلى فكرة وده اللي حصل برضه حسب فهمي، وانا مؤيدك لان ده اللي حصل. جمعية العمومية بتاعت النادي الاهلي لم يكن فيها موظفين من مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، لان اللجنة الأولمبية ألغتها ده. بس الاستاذ شهاب مغيس بعت لي اللي بيتقال، يعني الناس متفاعله معانا، فانت عارف اللي مع مرتضى منصور ظنين ان احنا اعدائهم، فبيقولوا للناس خلي بالكم الكلام غلط، احنا نؤكد ان احنا اللي بنقوله هو الصح والمتناسق مع صحيح القانون، لسنا ضد او مع. حضرتك انا شخصيا لست في عداء مع اي احد، وانا زيك، انا بدور على نادي الزمالك. صح. نادي الزمالك القيم القامة، نادي الزمالك اللي أنا موجود فيه من أيام ما كان في مسرح البالون. فيعني أنا بتكلم لنادي الزمالك، أنا لست على أداء مع أحد على الإطلاق، ما عنديش حاجة بيني وبينهم، يعني ما أقدرش أقول أنا الناس كلهم ناس فاضل وناس أسوياء وأصحاب مراكز كويسة وكل الكلام ده، وكل في موقعه وفي عمله ليه قدره وليه احترامه. أنا لما بختلف الخلاف الرأي لا يفسد للود قضية، أنا لما بختلف لنادي الزمالك مش ضد أو مع أي شخص. دكتور عبد الله جورجي بشكرك على هذه المداخلة المهمة في هذا التوقيت. دكتور عبد الله جورجي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. نعاود ونذكر اللجنة الأولمبية المصرية تصدر بيانا هذا نصه: قررت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب رفض الجمعيتين العموميتين العادية والطارئة لنادي الزمالك، والتي كان مقررا لهما أن تعقدي يوم الخميس والجمعة. وعقدت اللجنة الأولمبية اجتماعا في تمام الساعة 7 مساء الأربعاء لاتخاذ القرار حول مصير الجمعيتين العموميتين، بناء على الشكوى المقدمة من السيد هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الذي تقدم بها مؤخرا للجنة الأولمبية، وطالب خلالها بإلغاء الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للنادي الأبيض والمقرر لهما يومي 30 و 31 أغسطس الجاري. وأكد العتال في مذكرته أن إقامة الجمعيتين مخالف للقوانين واللوائح، مستندا على 6 أسباب أبرزها تضمن بند لمنح أحقية للمجلس في إبرام تعاقدات تزيد عن مدة المجلس القانونية، وهو أمر مخالف للوائح، فضلا على بند طلب الموافقة على العضويات المستثناة بأثر رجعي على سنوات ليس للمجلس الحالي علاقة بها. واستند أيضا إلى عدم التزام مجلس الزمالك بالمادة 15 من لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي تتطلب توجيه الدعوة للجنة الأولمبية لحضور مندوب منها لفاعليات العمومية. وطالب نائب رئيس الزمالك اللجنة الأولمبية بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبطلان الدعوة إليها وبطلان جدول الأعمال وتضمينه بنودا مخالفة لصحيح الواقع والقانون. وبناء عليه درست اللجنة الأولمبية الأمر وأقرت بحقية ما جاء في شكوى ومذكرة السيد هاني العتال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وقررت رفض الجمعية العمومية العادية والغير عادية لنادي الزمالك. ده بيان اللجنة الأولمبية.
هاني العتال أصدر بيانا هذا نصه: السادة أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك جماهير النادي العظيمة السادة الإعلاميين، تقدمت بطلب رسمي إلى اللجنة الأولمبية المصرية للمطالبة ببطلان الجمعية العمومية العادية والطارئة والتي كان مقررا إقامتها يومي 30 و31 من الشهر الجاري لما شاب الجمعيتان من العوار والبطلان، وهو تم تفنيده في الخطاب حرصا على عدم استغلال النادي وأعضاؤه في حروب شخصية يخوضها رئيس نادي الزمالك مستغلا الجمعية العمومية وموظف النادي في ظاهرة لم تحدث من قبل. وما أود تأكيده أنني فضلت منذ انتخابي نائبا لرئيس النادي اللجوء إلى الطرق القانونية للنادي للحصول على حقوقي وعدم الخوض في صراعات ومهاترات مع رئيس الزمالك تضر باسم نادينا العريق، وحتى لا يقال أننا نسير في ركب الشتامين واللعانين ونحترم هذا الكيان الكبير، والجميع يشاهد ما يحدث على شاشات الفضائيات ممن يجلس على كرسي الرئاسة، والذي جلس عليه عظماء قبله رفعوا اسم النادي في شتى المجالات دون أن يتلفظوا بلفظ خارج. السادة المحترمين، أؤكد أن استجابة اللجنة الأولمبية للطلب الذي تقدمت به ببطلان الجمعية العمومية العادية وغير العادية بداية نحو عودة النادي إلى الطريق الصحيح والقضاء على ثمن الصراخ والصوت العالي الذي دفع النادي ثمنه غاليا، وأثق في القضاء العادل في إعادة كافة الحقوق إلى أصحابها، وأتوجه بالشكر لكل أعضاء النادي وجماهيره العظيمة الذين يرفضون تحول النادي إلى عزبة، وثقتهم أن الزمالك المختطف سيسترد ويعود إلى أبنائه الحقيقيين، فنحن معا نستطيع ومعا نغير. ده كان بيان الأستاذ هاني العتال. أما لجنة المعارضة فقد أصدرت بيانا شديد اللهجة. خلينا نقول لكم بيان المعارضة وتليفونات مهمة جدا مع رموز نادي الزمالك في هذه الحلقة الاستثنائية بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية بإلغاء الجمعية العمومية العادية والجمعية العمومية الغير عادية، كواليس مهمة وصور حصرية لكرة بلدنا بعد الفاصل.